كان لهيفا رأي مختلف، فهي شايفة مقاييس معينة للمطرب ومش بالضروري المغني يكون مطرب. تعالوا نسمع ونشوف هيفا قالت ايه في الموضوع ده، ومين من المطربات والمطربين بتحب تسمعه. I'm a singer، يعني بغني. اللي بتقول انا مطربة، الطرب حالي، خلينا نتركه لأهل الطرب. ما عليه يعني انه اذا انا بقول عن حالي مطربة، شو بترك لست اصالة او لسيدات الطرب او لأساتذة الطرب؟ لا، انا بنت بغني بمحل معين، موسيقى معينة، نوع معين من الأغاني. ما بحب اللي بقيت لي يعني لايقة علي كما بيقولوا بالمصري، فاللي بدي اتعدى على شيء أنا ما بعرف فيه. أنا بسمع طرب قد ما بدك، سميها نمبر ون للطرب. بس إنه غني، حتى لما أنا يعني أنا أحلى مطربة عندي سيدة وردة الجزائرية وسيدة ميادة الحناوي، بذكروني كمان بماما لأنه أنا صغيرة. طالما نحنا بالسيارة مع ماما قاعدين ورا، حاطة كاسيتات وردة وميادة يعني ماما، فطرب أكيد نحنا بنسمعه ومعودين عليه، وأنا بقدر غنيه بس بغنيه بطريقتي. أكيد ما رح أعرف أقول الآه تبع وردة، بس ما بيمنع أنا لما جيت لغني غنيت شيء أنا بفهم فيه وبعرف فيه وبليق علي. يعني اليوم ما بعتقد ناس حتتقبلني عم بعمل هيك، انه يعني شيء بيلبق لي، ليه بدي اتعدى؟ انه وبعدني مصرة. صحيح تحسنت غنائي، صرت بغني احلى بكتير. حتى في اغاني هيك امرار بتجرأ وبغنيها للسيدة وردة على المسرح بطريقتي انا، بس هذا ابدا ابدا ما بيغير رأيي بنفسي. انا بنت بغني مغنية مش مطربة، ولانه الطرب له ناسه، لانه طرب له ناسه، وبعتقد انه كمان اللي انا عم بقدمه شيء منه سهل وله ناسه اللي هو انا. سعيد عربي، بحب اسمع شادية، بحسها هيك صوتها فيه حياة، هيك بيعطيك بسمة يعني. طبعا سيدة نجاة الصغيرة بحب اسمع، سيدة ام كلثوم اكيد يعني، بموت بشيء اسمه وردة الجزائرية، وبعشق صوت ميادة الحناوي. بحب من هلأ بحب أنغام كتير، عندها أحساس عالي كتير. بحب شيرين عبد الوهاب، أحساسها فظيع يعني، أنا كتير بتعني لي كل كلمة بتغنيها هالبنت، هالفنانة بتقولها هالبنت، بس هي ما بتزعل مني، عارفني هيك مثلها على طبيعتي. سيدة ماجدة الرومي طبعا، هي يمكن بالنسبة لإلي إنسان بحب وانبسط إنه نحن بلبنان عنا هيك فنانة بتحكي باسم لبنان. كل واحد فينا هو صغير في أغنية بيسمعها بتفضل معلمة معاي طول عمره. إيه فعلا. أنا مثلا في أغنية مدحت صالح أنا بموت فيها هي لغاية النهاردة. أي أنا بحب أغنية الفنانة سميرة سعيد، يلي كمان بعتبرها مثل كتير مهم لفنانات العالم العربي. هي الجالي بعد يومين كمان كنت صغيرة واسمعه، وكل ما اشوف فنانة سميرة على التلفزيون بتذكر هالغنية وبحسها يمكن من اجمل ما غنت. وبحب لها غنية لا 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 مش كده، ما بحبش كده، هيدي كمان بحبها منها كتير لانه بتغنيها بتحسها مصورة يعني، بتغنيها وهيك وممكن تتخيل القصة يعني هي عم بتغنيها. بيعجبني كتير صوتها. كان عندي هيك تجارب تلفزيونية مع فنانين يعني مثل الأستاذ هشام عباس، ديو هيك لذيذ أيام الوادي وقتها، مع كمان رامي عياش، مع السبوحة. مع السبوحة وقتها استضفناها ببروجرام الوادي، اجت ونورت لنا الحلقة بحضورها، وكان في ديو لذيذ أنا وياها. بتذكر هيك أنا قد كنت خايفة وقف حدا باستديو، لأنه إنسانة فنانة كتير كبيرة وأهم من أنه حدا يقدر يوقف حدا، ولكن كانت تقدمي كتير حلوة منها لبروغرام الوادي، وهي شخصية كريمة جدا ومعطاءة جدا، فكان كتير حلو منها أنه تقبل فكرة أنه نعمل أنا وياها ديو. يعني صار له تقريبا رح يصير له سنة. عالبساطة البساطة يا عيني عالبساطة، قديش مستحلي عيش جنبك يا ابو التراويش، تغديني جبني وزيتوني وتعشيني فتاتا. سألنا هيفا إذا كان ممكن تختار إنها تمثل فيلم عن حياة الفنانة صباح أو هند رستم، قالت أحب الاثنين،
بس بحس شخصيتي أكتر لهند رستم، فنانة كبيرة وفنانة سبوحتنا كمان، بس سبوحتنا بدها حدا أشقر هيك وطويل ورفيع، يعني حدا شوي يشبه الألور اللي كان عندي. فنانة هند رستم أكتر عندها جمالة أكتر، بميل للمرأة العربية أكتر. الاثنين بحبهم بصراحة، بس صبوحة بدها حتى لأنه كمان عندها حياة فنية غنائية، يعني مين بده يجيب الأوف تبعها؟ مش أنا أكيد. بس أنه سيدة هند رستم كممثلة وكسيدة يمكن بحبها أكتر كممثلة. صبوحة بحبها كمطربة. بحب كتير إحساس فضل شاكر، بحب طبعا أستاذ فضل من أجمل ما غنى، يعني هالإنسان إحساس أكتر من ما هو غنى. بحب كمان أستاذ رغب عليمي، بحب كل الفنانين، أستاذ ملحم بركات طبعا، بحب على سعيد وطن عربي، بحب عمرو دياب، بحسه كتير أغاني كتير حلوة، اللون اللي بقدمه كتير حلو. بحب اسمع عبد الحليم كتير، يعني أكتر إنسان فنان بحطني بحالة تانية هو سيدي لعبد الحليم حافظ بصراحة. كنت عم قلك كمان في فنان بيلمس إحساسي كتير وحتستغرب لأنه أنا بحبه كتير، هو كمان سيد مكاوي بحبه كتير، بحب أغانيه، بحب الكلام اللي كان يغني، طريقة اللي كان يعزف فيها وعم يغني.